انت برأيك هذا هو الحل؟ ما بعرف، يمكن بجوز إذا عملت علاقات كتير تتوازن القصة بيناتنا. شو كان اسمها هي رفيقتك اللي عندها علاقات كتير وهي طالبة؟ شو اسمها؟ صفاء. أعطيني رقم موبايلة. أعطيني. عن جد بدك رقم موبايلة؟ لك ايه أعطيني رقمها يلا. ومني بدك تاخده؟ لك يلا بسرعة أعطيني اياه. حاضر، بس لجيب موبايلة بتشوف. هاي صرنا 10 دقايق قاعدين وحضرتك ما حكيت ولا حرف. حابب تضل ميوت يعني؟ خايف إذا حكيت تفهميني غلط. لا لا تخاف، عندي فكرة عن الموضوع. تفضل. شو هذا؟ افتح سيارتك جديدة. سيارتي الجديدة. بتمنى من قلبي انك تقبلي هدية. انا كنت متوقع انه انت بدك تنزلني مشان نثبت عقد التنازل عن البيت. طلع مفهومي عن الموضوع مغلوط. سيارتك منزلني لانه جايب لي سيارة. مفكر بالسيارة والبيت تقدر تشتريني فيها. على فكرة كنت مفكرة انه حق عندك اكثر من هيك بكثير. شكرا. هذا اللي كنت خايفة منه، انك تفهمي الموضوع غلط. لا غلط ولا صح، انا فهمانتك كثير منيح. عن اذنك. ارجوك عادي، بس 5 دقايق بس لحكي لك حقيقة اللي كنت عم فكر فيه، وبعدها بوعدك من كل قلبي انه ما بقى ضايقك بكل عمري. عادي. أول مرة شفتك فيها كان عمرك 10 سنين. نعم. كنت أنا أكبر منك بكم سنة. كنتي وقتها عم تبكي. عم تبكي على أمك بعد ما تزوج أبوك عليها. والخوف معبي عيونك. تعرف شو؟ ماني عارفانة كيف بدي أشكرك. أنت ما عم تخلي لحظة صغيرة تمرق بلا ما تذكرني بهيك ذكرى. شو بدك؟ آسف آسف آسف، بس حبيت لك انه من وقتها صورتك انطبعت بذاكرتي. دموعك بقلبي وحتى صوت البكي تبعك لساته بداني. وقتها كان عندي حلم انه حقق لك سعادتك، السعاده اللي بدك اياها. هذا الحلم الطفولي صار يكبر مع حبك بقلبي بدون ما اشعر. ما في شيء بهالدنيا بيوازي حب مكبوت بقلب مراهق تخيل حاله فارس بطل بده ينقذ حبيبته الأميرة تبعه من التعاسة اللي هي فيها. درست كرمالك، سافرت كرمالك، كل شيء بهالدنيا عم بعمله كرمالك أنت. بقى معقول بعد كل شي عملته، كل شي تعذبته، انك تفهميني غلط؟ انا حلم من احلامي انه يجيب لك هاي الهديه، فبتمنى انه تقبليها من قلبي. ايه بس هذا الحب رح يعذبك كثير. راضيه؟ بكفيني حبك على بيت. عادل، أنا هذا الحكي اللي أنت حكيته خلاني أفكر بكثير شغلات بطريقة ثانية. يعني عم فكر إنه نعمل اتفاق جديد. أوكي، أنا رح أعطي لحالي فرصة ثانية بالتفكير
بخصوص علاقة. يعني أنا بضل خطيبتك بس بشرط بس تخلص هاي الفترة شو ما كان القرار اللي بكون قايلت لك عنه بدك توافق عليه، أوكي؟ موافق. أوكي. بس وينك؟ هاي الفترة اللي أنت بدنا نرجع ندرس بعض فيها بتحبني فيها باعتباري أنا خطيبتك يعني. بس هيك عادل، إذا بتخنقني مثل قبل وبحس في شي هون ماسكني كل الوقت عن جد ما رح يحصل خير. ماشي؟ موافق. طيب أنا رح سافر على السعودية بهاليومين مشان صفي أعمالي هنيك. بدي أرجع مشان لحق يعني صلح أي شيء. ممكن ترجع الخواتم؟ ممكن تلبسني إياها؟ طبعا. على فكرة حرام عليك اللي عم تعمليه مع عادل، ما بيستاهل انك تعذبي. انا عم عذبه، هو هيك بده. هو هيك بده؟ لا، لانك لسه عم تخدعي وعم توهمي انك بتحبيه. لا، هالمرة غير، هالمرة بالذات غير. ليكي وقت كنت قاعدة معه انا اول مرة بعمري عن جد بحس حالي اني بحبه، حسيت اني بحبه. قررت اني اعطيه فرصة. انت عم تعطي حالك فرصة ستي. ايه ليش لا؟ يعني ايه واذا؟ طيب رائد؟ لا لا، رائد شي تاني تماما. لا شو يعني شي تاني؟ يعني لسه بكير كتير لقعد ولا رائد، لسه هيك بده يتعصب شوي على هذا. كتير بكير؟ شو عم تحكي انت؟ بكير روعة. لا تفخي لي قلبي، هلا بدك تقولي لي على كل شيء مضايقك. امي بوس ايدك، بوس ايدك، بس اتركيني اليوم، بس اليوم بدك تحكي لي هلا على كل شيء مضايقك. لك امي انا بخاف عليك كثير، وصدقيني صدقيني رح وقف جنبك وما رح لومك وما رح عاتبك. ما بتقدري امي، ما بتقدري. معناتها كلام البنت يلي عم تتصل فينا مزبوط. لك شو بكي ردي؟ لا امي، وين راح فكرك؟ لك ما عاد عندي عقل، احكي بسرعه لشوف. يا امي الموضوع ما في انه انا بلشت اكتشف تجاوزات كثير خطيره بشغل فؤاد، وانا عملت حالي اني ماني فهمانه شيء، بس شكله هو بلش يشك. ليش شو هو قال لك؟ ما قال لي شيء، بس انا صرت اساله اسئله وهو اجوبته صارت بتوحي انه هو عم بشك. معناتها اعملي حالك مانك فهمانه شيء. هو هيك رح اعمل. والله حاسه انه القصه اكبر من هيك. لا ابدا امي، ما في شيء اكبر من هيك. يعني الموضوع ما بده كل هالقلق. انت عم تحكي هيك لانه ما بتعرفي لفؤاد. فؤاد اذا حس بخطر ولو كان كثير صغير ما بعرف شو ممكن يعمل. لك طيب يا بنتي فهمي انه انت ما ممكن تاذيه. ما بينفع امي، لانه فؤاد ما بيسلم رقبته لحدا. شو اكثر شيء ممكن يعمله؟ القتل مثلا. معناتها شو ناطره؟ خبري عنه فورا. المشكله انه ما عندي ادله كافيه، وبجوز يفوت على السجن يومين ثلاثه وبس يطلع ما حدا رح يقدر يفكني منه. والحل؟ ما بعرف. معقول يكون هو ورا المرأة اللي عم تتصل بأخوك وبتحكي عليكي؟ ما بعرف، كل شيء وارد وما بستبعد عنه شيء. الله يحميكي يا بنتي ويريح بالك يا حق. Thank you.
مساء الخير. مساء النور. كيفك أنسة صفاء؟ تمام. مين معي؟ شاب له زمان بيحبك وكاتم بقلبه. خلصنا بقى، عرفتك نعمان مو؟ بترجاكي ما تلبكيني، أنا بالزور عم بحكي. هلا بلغ لقصتك، عن جد أنت مو نعمان؟ لا. لكن مين؟ مثل ما قلت لك، شاب له سنين بيحبك وكاتم بقلبه. وأنت يا هالشاب شو خطر لك لهلا تجي تصارحني؟ ما بقى قادر أتحمل أكثر من هيك. طيب تفضل، عم بسمع كل شي عندك. ليه؟ لهلأ سهرانة، ليش ما نمتي؟ لأنه قلت لك 100 مرة ما بقدر نام قبل ما ترجع. ليش تأخرتي لهلأ؟ سوسن ما كانت تتركني، قمت تأخرت. باركيلي. شو هاد؟ مفاتيح سيارتي. اشتريتي سيارة؟ ايه؟ منين امي؟ عادل هداني اياها. منى لا تجني، شو عم تلعبي كمان؟ ما عم العب، حسيت اني غلطانة، اعترفت بغلطي، خطيبي قدر القصة وجاب لي هدية. هيك بهالبساطة؟ ماما، ما في شي من اللي عم يخطر ببالك، أنا ما عم أغلط، أنا تربيتك. وهي حكيت لك كل شي بقلبي من أول لحظة دخلتي فيها لهلأ. حكيت لي كل شي بقلبك بس ما حكيت لي شو اسمك مو؟ الأسماء ما إلها معنى، بكرة بس نلتقى رح تعرفيني. الظاهر إنك واثق بنفسك كتير، عن جد متخيل إنه ممكن نلتقى؟ ليش لا؟ أنا بحياتي ما بسمح لحالي إني شوف شاب غريب. عفوا؟ ليك اسمعني منيح، أنا سمحت لحالي أحكي معك فضول بس مشان أعرف مين أنت. لا تعذبيني أكثر من هيك، الله وحده بيعلم قديش هيك تكركبت لحتى تجرأت وحكيت معك. بتوقع أنه كان في طريق أسهل بكتير، باب بيت أهلي مفتوح. ما تفهميني غلط، أنا حبيت نتعرف على بعض بالأول. آسفة، مستحيل. هلأ ما بدي جواب، فكري منيح وبكرة منحكي مع بعض. بتمنى ما عاد تعذب حالك وجوابي ما رح يتغير، وبتمنى كمان لبقى تتصل لهون لو سمحت. لا لا لا، رح أتصل ورح نلتقي. مع السلامة. لحظة قبل ما تسكري، صفاء أنا بحبك، بحبك كتير. مايس، انت كذبتي علي، قلتي لي انه صفاء سهله وفلتانه. انت سالتني وانا جاوبتك وقلت لك اللي بعرفه. لا تتمسكني، لا تتمسكني، ها بتعرفي انه هذا الشيء بيستفزني. انا اسف، وعدتك تكون ما عملتي منيحة معك، بس انت كمان وعدتيني تساعديني. هلا هي كان عندها علاقات من زمان كتير. خالد والله ما حلو نحكي بأعراض الناس. أنا لك شو طينتكم انتو؟ من شو مصنوعين؟ شو هالشنسات؟ يا ولي
بعدي. حبيبي ما تتضايق، والله انت ما فيك شيء. ايه انا ما فيني شيء فعلا، فعلا ما كان فيني شيء، بس بفضلك صار فيني كل شيء يا مدام. شكراً لك غالب، انت اذا بتشيل كل شيء سلبي براسك وبتتذكر الايام الحلوه قد ايه كنا نحب بعض كثير بترتاح. ايه مزبوط برتاح. خلص تكرم عيونك، من بكره الصبح نازل على السوق اشتري جهازين تحكم، واحد للمشاعر والاحاسيس واحد للذاكره. يا الله يا غالب شبك شبك، ان شاء الله ساعدني. خلاص خلاص خلاص، فعلا اللي استحوا ماتوا. انا علاجي مو عندك، علاجي بعيد عنك، مو وحده ثانيه. فين حالك؟ روعة، أنا عم حضر العشاء، خطر على بالي إنه نروح لعند إلهام ونحكي لها كل شيء، شو رأيك؟ ما رح نستفيد لأنه هي وجوزها واحد. لك يا ستي من جرة. ماما، أنت بتعرفي قديش إلهام بتحب جوزها ومستحيل تخبي عنه شيء. أنا بعرف إنه هي ما بتتخلى عنه. ومين قال لك؟ بتتخلى عنه وبتعلمه كيف يكون ضدنا كمان. لك يا الله، حاسة راسي رح يطق. شو هالمصيبة هي؟ رؤي ماما، شفتي ليش ما كنت بدي خبرك؟ خلصنا بقى، عم فكر خبر حسام. لا قولي، اوعك تقولي له، ما بتعرفي ابنك عقله جوزتين بخرج بدل ما يكحلها بيعميها؟ عندك حل تاني؟ ما بعرف، عم فكر. الوقت مو لمصلحتك. بالعكس، كل ما عم يمرق يوم وما فيه مشاكل، عم يبعد الخطر عني اكثر. وبلكي كان قاعد عم يفكر كيف بده يتخلص منك، مثل ما انت هلا قاعده عم تفكري كيف بدك تتخلصي منه. ساعد علي وعلى اعدائي. يعني شو؟ يعني رح خبر عنه. ما اتفقنا وخلصنا؟ ممكن تفهميني ليش هذا البرود؟ عم حاول اتكيف مع الوضع اللي جبرتني عليه، لو سمحت لا تضغط علي اكثر. الله يرضى عليك يا رؤي. رؤي وخلينا نفكر منيح، نسيانين حالنا وفايتين بهي السفاسف الصغيره، في هموم مثلثه اللي فوق راسنا خلينا نحلها. انا فكرت امبارح وطلع معي انه روعه ورا الاتصالات. ما بعتقد، روعه لها علاقه بهذا الموضوع لسببين اساسيه. السبب الأول يلي عم يتصل فينا أحياناً عم يحكي ضد مصلحة روعة، والسبب الثاني مثل ما عم يتصلوا فينا عم يتصلوا كمان بروعة. وبركي تكون عم تكذب. ما بعتقد، بس بكل الأحوال أنا عندي خطة عم فكر نفذها فوراً. الخطة بتقول مجموعة الأشخاص اللي أنا شاكك فيهم راح أحط لك كل واحد فيهم معلومة واتركهم، وأي واحد منهم بسرب المعلومة بنعرف إنه هو هذا هو الابن الحرام اللي عم يلعب فينا. إيه بس هالقصة بتاخد وقت كتير. ما عنا حل تاني. أنا برأيي اقعد مع روعة واستدرجها. أنا برأيي ما تضيع وقتك معها. ما عنا خسرانين شي، إذا ما كانت هي بجوز يكون حدا من معارفة وعم يستغلها وهي ما لها خبر. حبيبي قادر تاخدني اليوم للسوق؟ لا مو قادر، خدي أمك أو أختك. أمي وأختي صعب يروحوا معي. شو بعرفني؟ دبري حالك. طيب خلص هلا بحكي مع منى أو أمك بركي بينزلوا. لا لا لا، بتبعدي عن أهلي نهائيا. ما بدي اياهم يهتموا فيكي واللي ببطنك. اللي ببطني؟ لك إيه اللي ببطنك. لا تصرعيني، ما بكفي قد الجيران صار أنا كل الوقت. سكي. كفوك يا دول. يلا ورجينا عرض كتافك. Thank you.
السلام عليكم ورحمة الله. يا الله تقبل الله ماما. منا منك صالح الأعمال. ماما بدي أسألك سؤال، المسدس تبع بابا الله يرحمه وينه؟ خبيته مشان أخوك ما ياخده. أنت ليش عم تسألي؟ ما في شيء، بس قلت بحمله احتياط يعني مو أكتر. احتياط من شو؟ الليلي مخبية شي عني؟ طيب ماما بدي أسألك سؤال. أنت ما بتسألي، أنت بس بتجاوبي. بترجعكي رؤي شوي. هلأ بابا ليش اشترى للمسدس؟ وكم مرة استخدمه بالحياة؟ ولا مرة. لكن ليش اشترى؟ اشترى احتياط، بس أبوكي ما كان عنده أعداء. وأنا كمان بدي أحمله احتياط، وأنا كمان ما عندي أعداء. ويمكن كل هالظنون اللي براسي تطلع غلط ويكون مانو حاسس علي فؤاد بشي. أنا قلت لك بدنا نحكي بكرة. وأنا قلت لك لا. طيب ممكن أسألك سؤال؟ أنا بدي أسألك سؤال. تفضلي. أنت بترضى حدا يحكي مع أختك مثل ما عم تحكي معي هلا؟ أكيد لا. شفت؟ لأنه أنا ما بضمن اللي بده يحكي مع أختي يكون قصده شريف مثل قصدي. الله وحده بيعلم بالقلوب، مو هيك؟ صحيح. ليك شو ما كان قصدك لو سمحت لبقى تحكي معي. يا ريت لو بقدر. معناتها أنا آسفة، رح تجبرني خبر أهلي يا أما رح غير رقم موبايلي. ما بتعمليها. وليش ما أعملها؟ كل شي ولا سمعتي وكرامتي. سمعت صوت سيارة. أنت برات البيت شي؟ إيه برات البيت، راحل عند رفيقتي. شو رأيك نلتقى هلا؟ هيك بتتعرفي علي صوت وصورة؟ أوكي. كيفك أستاذ غالب؟ الحمد لله تمام، كيفك أنت؟ بصراحة مصدومة كتير، يعني أنت لساتك عريس وما لحقنا نزوجك، يعني غريب. أنت شو رأيك؟ مستغربة، يعني محلك تمل؟ ما مليت، بس بدي تني. هيك ببساطة؟ اسمعي يا بنت الحلال، أنا زلمة هيك دغري، لا بحب اللف ولا بحب الدوران. من الآخير، من وقت ما شفتك بالعرس عجبتيني، عجبتني كل حركاتك، عيونك، جسمك، حركاتك، وحسيت إنه أنت إلي. لا أنت أكيد مو بوعيك. ليش بقى؟ عم بطلب شي حرام ولا عيب؟ ايه مو عيب ولا حرام، بس هذا اللي عم تحكيه اسمه جنان. صح، انا مجنون. ولك انا مجنون بحبك، مجنون فيك. طيب وميس؟ شو بدك فيها؟ قلت لك بدي تني. بتفكري منيح وبتخبريني الله يرضى عليك. عن اذنك. لو سمحتي، انا كتير بحاجة لإلك، بحاجة حدا يساعدني بشغلي. أنت عن جد بحاجة حدا يساعدك بشغلك؟ أكيد، هيدا فعال حساب. لا، أنا لسه ما وافقت. أكيد رح توافقي. طيب، خلينا نفترض إني وافقت، إمتى بلش الشغل؟ امبارح. إذا لازمك كمان بعطيك إياها. كأنه كتير كثرت قراض، ما توقعتك تشتري كل هالقد. حابة بين قدامه بأحلى مظهر. يا حرام يا ميس، قبل زواجك كانت العالم كلها تحسدك على سعادتك، ولهلأ أنا سعيدة رغم كل شي عم يعمله غالب معي. إذا بيرجع الزمن لورا وبيخيروني بين غالب وحدة تاني، ما بختار غير غالب. ما بظن. لأنك ما بتعرفي لغالب. لو بتعرفي مثل ما أنا بعرفه، ما كنتي حسيتيني عم بالغ بالحكي اللي حكيته. بعدين غالب بحبني. بتعرفي شو بعرف؟ من هذا العذاب اللي عم يعذبني اياه، كل شيء عم يعمله معي هذا دليل انه بحبني مجنون. والله ما حدا مجنون غيرك. مرحبا. اهلا دكتور. ميس كيفك؟ شو الصدفه الحلوه؟ تسلم لي كلك ذوق، طمني عن اخبارك. على حطيت ايدك بهالمعهد. كانه تعبان وشك ميس؟ لا ابدا، انا كثير منيحه. سأل الله أيام المعهد، كان عيوني كبروا وبرق. لا وهلأ بيبرقوا، بس يمكن لأنه أنا حامل فمبين علي التعب. إن شاء الله ألف مبروك. إن شاء الله تقومي بالسلامة. الله يسلمك دكتور. طيب
يلا بالاذن نشوفه. اكيد اكيد. باي باي. اهلين دكتور. باي باي. مين الاخ؟ هذا كان دكتوري بالمعهد. كأنه بيعزك كثير؟ ايه لاني انا كنت اشطر طالبه عنده. يبدو هو مهتم بعيونك اكثر من شطارتك. لا ابدا حرام عليكي. الدكتور ايهاب بالذات بعمره ما عامل طالباته او اي طالبه من عنده الا كأنه اخته او بنته. العلا ابو كل شيء. العمل هالدنيا كل الناس فيها كذابين وغشاشين. انت مو حابب تشوف غير هيك. شو رأيك فيني؟ ما فهمت. شو رأيك؟ سألتك جاوبني. أمي ما هو لها السؤال. أنت أحسن مرة بالدنيا. للأسف أبوك ما كان يشوفني هيك. مو مهم. أبي أصلاً ما كان يشوف شيء على حقيقته. أنت مثله. لا يا أمي عم تقارنيني فيه؟ وأنا والله ما قارنتك بميس. إذا مفكرني أحسن وأشرف منها لميس بتكون غلطان. أنت بين إيديك جوهرة بس ما أنك عم تشوف. ويا خوفي يا خوفي تكسرها وتخسر أكبر خسارة بحياتك. يرحم أبوك أمي. خلينا نسكر على السيرة. أنت اللي فتحت أمي. أنا ما قصدت ميس لما كنت عم بحكي. عم بحكي عن حدا تاني. عن مين؟ وحدة تعرفت عليها بالصدفة طلعت مثل منيحة. يبدو كل النسوان مناح استثنائك انت يا امي. لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. بلشت تغلى يا امي. بلشت تغلى. وشك ميس؟ لا ابدا انا كثير منيحه. بس الله ايام المعهد كان عيوني كبر وبرق. الله يسامحك يا غالي. الله يسامحك شو عم تعمل فينا. لازم اعمل المستحيل حتى يسمح لي ارجع على البيت معه ولو ساعه واحده بس. اسمعيني منيح. أنا التهديد ما بيمشي معي. ببساطة قادر أسحقك ومحيك من الوجود. أنا ما هددتك. أنا قلت إذا ما بتجي رح أشتغل على مبدأ علي وعلى أعدائي. يعني رجعتي عم تهددتي. شو رأيك تقطع لي لساني وتخلص؟ شو؟ طيب أنا عندي حل عادل بيني وبينك. خلصيني. أعطيني بيت صغير وشوية مصاري. ويا أخي لا تعتبرني مرتك، اعتبرني عشيقتك. تعال لعندي كل شهر مرة. وقت اللي تمل من إلهام كون أنا عم بنتظرك. خلصتي؟ بترجاك فؤاد، بترجاك لا ترفض. اسمعيني بكل بساطة بحمل حالي وبمشي ولا كأنه صار شيء. بس أنا مو هيك. أنا بيطمر معي المعروف وأنا ماني قليل الأصل. مشان هيك راح أعطيك أكثر ما بتستاهلي. شو راح تعطيني؟ راح أعطيك مليون ليرة. عملهم مليون. مليون واحد
كلمة تانية بلغي الموضوع من أساسه. ماشي. تاخدي المليون ومن تم ساكت وصوتك ما عاد اسمعه. إذا حاولتي بشكل أو بآخر تلعبي بديلك لا تلومي غير حالك. إلا ما لاقي حل. ايه شو رأيك بدقة مواعيدي؟ تمام تمام، بس طمنيني إن شاء الله أهلك ما عذبوكي بالموافقة على الشغل معي. وافقوا فورا. يا سلام يا سلام، خلص من اللحظة هاي بتعتبري هالمكتب مكتبك وبتعتبريني موظف عندك. اوكي بليز، معناتها ساوي لي فنجان قهوة حلوة. حلوة حلوة وملعوبة من عيني هي قبل هيك. اكرم عيوني، كيف تشربيها؟ حلوة يا حرامتي. دايمي خالتي. صحة وهنا حبيبتي. أهلين إلهام. أهلين روى. تفضلي ارتاحي. لا لا حابة نطلع مشوار، بدي أحكي معك بشغلة. ماما أنا حكيت مع إلهام كل شيء ووعدتني إنه تساعدني. شكرا ماما. نمشي ولا بدك تغيري ثيابك؟ تفضلي. يلا بالإذن خالتي، بشوفك. الله معكم، مع السلامة. مدام طمنيني، شو اخبارك؟ اذا سمحتي لها ست الهام، ولا نسيتي انه كل عمرك انت وعائلتك عايشين من خيري؟ طيب خليني فهمك الحقيقه. ما بيهمني فؤاد، من لما توسخ فيكي صار بالنسبه لإلي كلب جربان. بقى لا تضيعي لي وقتي بحكيك التافه. مثل ما بدك. ليكي أنا ما حكيت لأمك ولأخوك عن عملتك الوسخة لسبب واحد، لأنه بدي إياكي تساعديني وتساعدي حالك لحتى نكشف هالكلب وجماعته اللي عم تهددنا. أنا؟ السؤال الغبي، شايفة حدا تاني عم بحكي معه؟ شو اللي بدك إياه بالضبط؟ بدي تحكي لي كل شي بتعرفي. مين بيعرف بقصتكم؟ مين بتعتقدي عم بيهددنا؟ معقول فؤاد ورا هالقصة كلياتها؟ ما بعرف، أنا فكرت كتير بس بصراحة. قبل ما تجاوبي بدي تنتبهي لنقطة كتير مهمة. اصحك اصحك تلعبي معي او تحاولي انك تبيضي وش مع السيد فؤاد تبعك، لانه وقتها بفعسك انت وياه ساعة واحدة. عم تفهمي؟ بكفي تهديد، بكفي، لانه اللي فيني مكفيني. قلتلك رح احكي لك كل شي وما رح خبي عنك شي. شاطرة، امشي قدامي. في براسي 20 مشروع بدي ساويهم، بس مع الأسف إيد لحالها ما بتسفي. بدي مين يساعدني؟ أوكي ساوي إعلان، وقتها بيجيك 100 مهندس بتنقي على كيفك. فهمتيني غلط، ما بدي مهندس، بدي حدا يأجج لي روحي، حدا يطلع المشاعر والأحاسيس اللي بقلبي، حدا حلو مثلك ولذيذ. هذا غزل ولا عم تشرح لي عن طبيعة الشغل اللي رح يكون؟ الاثنين. طيب انسالي الأولى وخلينا نبلش بالتانية. عقلي وخيالي مثل لمبة النيون، ما بيأقلع لحتى يجي ومضة من السارتر. وشو الومضة اللي حابب تجي؟ جو حلو، ضحكة ونكتة قوية، وبعدها همسات دافية وضمات حنونة وحركات جريئة. ولك يخرب بيتك، كأنك جوعت عقلي. آسفة، أنا هذا الشغل ما بيناسبني. دخيل عينك لا تحكيها، أنا ما صدقت إمتى شفتك. آسفة كتير،
لا لا، انت شو قادرة تعملي؟ يعني انا اكثر شيء ممكن ساوي لك اياه بالمكتب جو حلو، نمزح، احكي لك نكته، مو اكثر. بكفي هيك. جاهزه احكي لك نكته؟ يا ريت. اهلا اهلا عادل، يا هلا. اهلا وسهلا، كيفك؟ طمني عنك. مرحبا، كيفك؟ ماني مشغول، واكيد بدك تحكي لي عن منى، ما هي؟ لا 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 ابدا، هالمره جاي ودعك بالمسافر. يا سيدي ان شاء الله بتروح وبترجع بالسلامه. الله يسلمك يا رب. تسقينا فنجان قهوه قبل ما نروح؟ تكرم عيونك. يلا ثواني بس. تفضل. Love the chase and the hunt, and I set the pace when I'm running. I always take what I want, and I always give it 100. Don't need a bank, no, I'm funded. Play the game like it's nothing. I'm always thankful for something. Don't take for granted, stay humble. Now wake up! It's time to look at the enemy. Look in the mirror if he is no friend to me. It's not working out, maybe it's the chemistry. It's time to break up so I can make a better me. Better believe in your mind, cause it's everything. You can mold, shape, find almost anything. All it takes is some time and some clarity to find your identity. It's mind over everything. كم واحدة إيوه؟ في ثلاث مرضى دكتور. طيب لا تفوتي لي حدا، هلا عندي تليفون ضروري. اوكي. بدك شيء ثاني أهلين ماما، كيفك؟ حبيبتي ليه ما جيتي سوسن معي؟ لقيمك من سوسن، أنا بدي إياكي ضروري لوحدك. غالب بالبيت. لا مو بالبيت، شوفي. قبل شوي اتصل شاب وسأل عنك، طلب رقم موبايلك. شاب؟ شو اسمه؟ قال اسمه الدكتور أيهم. آه، هذا مدير معهدنا كان. ليش بده يتصل فيكي يا ماما؟